صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا الفيديو فيه. النهارده بقى يا حبايب قلبي، بصوا سيبكم بقى من لوننا، بصوا احنا هنا عشان الدنيا حر جدا، احنا غمقنا جدا. المهم يا جماعه، النهارده طبعا انا اتفقت مع الفندق ان هم هيعملوا لنا بالليل 10 رومانسي. تمام، ال 10 رومانسي ده انا هوريكم دلوقتي بيحصل ازاي وكل حاجه الكلام ده كله. بصوا موضوع خيال خيال خيال، واتفقت مع الهاوس كيبنج ان هو يعمل لي الغرفه بتاعتي ويكتب شهر عسل سعيد بتاعه، ما احنا عارفين شهر عسل لينا، فشهر عسل سعيد والكلام ده كله. فبصوا هنشوف جمال النهارده، وهفاجئ هبه تحت، وقلت لها اطلع اجيب الجوبرو عشان هنصور فلوج. المهم يا جماعه، كنا بنتغدى، قلت لها اطلع اجيب الجوبرو دلوقتي هوريكم الهاوس كيبنج عمل ايه، وهنطلع نشوف رده فعل هبه ونشوف رده فعل هبه على الحاجتين. بس الحاجة الأهم العشاء، يلا بينا. يا سلام يا جماعة الجمال، سلام. أوه هابي هانيمون، شهر عسل سعيد. بس يا جماعة الجمال، أوه هما يا جماعة دلوقتي إيه، هننزل أجيب هبة وأفاجئها بدي، وبعد ساعة كده ولا بعد لسه على ما توصل الساعة 7 هننزل نتعشى. طب يا جماعة كمل ايه بس في ايه؟ افتحي عينك. ايه رأيك؟ ده حلو قوي بجد والله. انا اللي عامل ده كله بجد. انت مش عندي في البيت كده ليه؟ ليه ما تفاجئنيش في البيت؟ لان في البيت ما فيش البط ده. اكيد مش انت اللي بتعمله يعني. ده انا مشتري البط ده جاهز على فكره، ده انا مصطادهولك من البحر. بحر ايه؟ بحر ايه اللي فيه قلوب ده؟ قلوب ايه ده؟ بط. حلو قوي. وده من الشجر اللي هنا بجد. بس انا كده مش عارف انام عليه. مش اشكال. يا لهوي حرام بجد. حرام فعلا. شكلها حلوه قوي وبجد. ايه ده يا لهوي يا لهوي يا لهوي قوي. زائد ان لسه في حاجه تانية بقى بالليل. ايه؟ نرجي والله. ده في بقى المفاجاه الكبيره دي اللي ممكن تضايقك. احنا لازم كده نبسطهم ونضايقهم. يا مسهل. ها والله اللي بالليل دي بقى انا مش مرتاحه اللي ممكن تضايقك. عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. احكي لي، قولي الحقيقه، عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. طب ايه؟ طيب ده شكلها تحفه قوي. طب ايه؟ طب قول لي، طيب ايه اللي هيضايقني؟ الدنيا هنا عامله ازاي والراجل ده هيعملها ازاي؟
طب يا جماعه احنا كده اهو لبسنا ونازلين بقى عايز اعرف واخدني على وهي بقى هتتسلم بس طالما لابسين كاوتشات واحنا هنا بنلبس ايه ده؟ طب البس الكاوتش عشان المطار هاخدك ونروح وملبسني سيفي؟ مع الزمن بقى يا جماعه هننزل ونتفاجئ كلنا يلا بينا مين؟ هما مين كلنا؟ لا انت والناس ما كل حاجه مش نسيها صح؟ اه طب يلا الاسانسير ما في ايه ما تخوفنيش انت عشان انت سحبتلك على كل حد تخوفني غلبانة وشكلك لسعة دبانة وشكلك لسعة وبحبك انت يا ازعة يا جماعة انا دلوقتي مش عارفة واو 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 بصوا يا جماعه بقى السمكه دي والله العظيم اللي هي مصطادها هي اللي هي اصطادتها وجابوا لنا مع الاكل واو والسمكه الثانيه يا جماعه بكره السمكه الثانيه بكره روحي بقى يا قلبي قولي لي تسلم ايدك المفروض في العشر الرومانسي كانوا ياكلوا لك السمكه بتاعتي انا بس هما اكلوك دي قالوا لي دي احلى بص طب يا حبايب قلبي وكده القعده الرومانسيه والعشاء الرومانسي البحر يا جماعه طبعا انت شفت التلفزيون بتحصل الموضوع خير 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 وبس كده بقى ايه خلصنا الفيديو رب يكون الفيديو عجبكم وانبسطتوا معانا متنسوش تعملوا ايه اهم حاجه انا لا هو انا ده كله مش بلاستيك يا ست انت هتعملي لي زي الفيديو بتاع التيك توك عملنا فيديو على التيك توك اكيد شفتوا اللي هو ايه حضره القاضي ولا كان ايه ده مجوعني يا حضره القاضي انا راضي ذمتكم يا جماعه دي خدود واحده مش مبسوطه قلتش كده يا ابني لا انت سالتنيش ليه اتبسطتي يا خد رايي اتبسطتي خدت رايي خدت رايي مبسوطه قوي بجد طب قولي بس حاجه صغيره ايه يعني قدامك البحر ده كله عايزه ميه لا انا عايزه ميه المصريه بتاعتنا ما شربتش مني لها والله العظيم بجد انتوا مش هتعرفوا قيمه الميه غلط اه يا ما لا الميه المصريه والله ممكن عشان حتى قلت عليها بقى لا مش منها جربت تحل منها برافو طب يا جماعه خلصنا الفيديو الفيديو ده تودينا في ده يلا